تعلم معي كيفية التسبيح بعد الصلاة. عندما تنتهي من الصلاة ما تقلقش تنوض، عليك بالتسبيح، وفضله أن الله يغفر لك ذنوبك ولو كانت مثل زبد البحر. هذه مش حنة بل طريقة لأوضح لك كيف تسبح باليد بعد الصلوات. انظر، كل أصبع فيه 3 مفاصل، فاجعل في كل مفصل 3 أذكار: سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، هكذا حتى تكمل اليد كلها. ثم تعيد الكرة مرة ثانية: سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، حتى تكمل اليد كاملة. كي دير زوج يدين سما راك درت 90 تسبيحة، وتزيد أصبع: سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، وهكذا تعقد 99 تسبيحة، وتختم 100 بقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فشارك المقطع لعلك تفيد به أحدا ويغفر الله لك ذنوبك، لأن الذل على الخير كفاعله. السلام عليكم.